لحد ايه اول علامة بقى فرقت معاك، ايه بدأت اول بقى، حاجة؟ خدني الأستاذ أحمد طنطاوي، اشتغلت معاه في مسلسل عظيم جدا اسمه محمد رسول الله. المهم لغاية ما دخلت معهد فنون مسرحية، وكنت أنا ساعتها أنا كنت عضو في نادي الزمالك، وعملنا فريق تمثيل في نادي الزمالك وإحنا صغيرين، وبدأنا الفريق ده يكبر وبدأنا نعمل نشاط. يعني بصي، إحنا كانت حياتنا كلها فن من وإحنا صغيرين. اتعرفت على روجينا امتى بقى؟ في تعرفت أي على مرحلة؟ روجينا في المعهد في وأنا المعهد. معيد، وأنا معيد في المعهد. أنت كنت معيد وهي كانت طالبة. كان طالبة في سنة كام لما اتعرفت سنة عليها؟ أولى. سنة أولى. لسه إيه ده؟ أنت خدت أول دفعة دخلت لسه صغيرة؟ هي في سنة أولى. وحبيتها بقى. شفتها كده، كانت يعني بنت محترمة ومؤدبة وكانت موهوبة وقمر وقمر. حلوة. أنت اللي بتقولي. لا قمر وحلوة. دلوقتي عاملة لنا راجل بتاع. لا لا، ما هو حلوة برضه، هنعمل إيه؟ ما هي ربنا المهم خلقها كده. يعني الحمد لله. أنا يعني قلت لها بصي، انا مسافر اعمل عمره وهعمل استخاره بقى واللي ربنا قدرني. رجعت من العمره دورت عليها ورحت لهم البيت وقرينا فاتحه وكملنا رحت لهم المشوار. البيت وهي في سنه كام؟ اولى برضو تاني. كله سريع فولة. جدا. ايه السرعه، ايه السرعه دي؟ فولة. يعني انت عرفتها في اولى وتقدمت لها في اولى. واتخطبنا بقى في اولى، وبعدين اتجوزنا. اعتقد كنا في سنه تانية بتهيألي، يعني يمكن من اقوى الكابلز اللي موجودين. الحمد في لله الحمد لله. الفترة اللي سبتوا بعض فيها، مش عايزة اتكلم عن الاسباب لان اتكلمتوا عنها كتير قبل كده، عايزة اتكلم لما سبتوا بعض، الفترة اللي سبتوا بعض فيها كان ايه احساسك بصراحة؟ احساسي ما كنتش مصدق، كنت متضايق جدا، كنت متألم جدا، وخاصة كان عندنا بنت، كانت بنتي مايا الكبيرة كانت موجودة، وده كان فارق معايا جدا. وكنت حاسس ان هي محتاجة هدنة. يعني روجينا اصلها من وهي صغيره يعني اشتغلت في حاجات مهمه قوي، وشافت شهره وشافت نجوميه وهي صغيره، وده عمل لها يعني عمل لها يعني تصور. ما ايه التصور اللي عمله لك؟ يعني هي داخله في نجوميه كبيره، وانا كان عندي يعني انا كان عندي في الفتره دي كمان مشاكل في شغلي وفي النقابه والدوشه اللي حواليا وبتاع. وكان مهم قوي نعمل هدنه. يعني هي طلبت ان احنا نعمل هدنه، عملنا هدنه، والهدنه ما عادتش شهور يعني، والحمد لله رجعنا. ومن ساعتها حسيت ايه بقى في الكام شهر دول؟ كان ايه احساسك؟ كان ايه تفكيرك؟ لا كنت في إيه؟ كنت طبعا اولا كنت متاثر جدا. يعني كنت بدعي ربنا على طول، وبعدين كمان كمان عندنا طفله، فده برضو كان مأثر عليا. مش دعوه بالطفله، احساسك انت كرجل كان ايه؟ لا كان احساس صعب. ايه بقى؟ ايه حسيت بيه؟ عايزه ايه مني انت؟ حسيت انت جالي بعد السنين دي كلها. ايوه كان ايه احساسك ساعتها؟ يعني بتقول له ارجوك لا تنكأ جراح الامس، دعها انها رحلت وتاهت في لا السنين. كان ايه احساسك وهي مش موجوده معاك؟ او انت حسيت مش هترجع تاني؟ لا كنت مش متزن. بمعنى لحد فين مش متزن؟ لحد فين يعني؟ لا حاسس بوحده شديده جدا، حاسس بانهزاميه، حاسس بان بنيت حاجه عظيمه وما بقتش موجوده، حاسس بان روحي مش معايا. يعني انا مش انا. حلو انا مش انا؟ حلوه جدا. لا دي حقيقه. العصير ده للشرب اتفضل. كويس انا مسؤوليتك. حسيت ان انت مش انت. في حاجه كبيره ناقصاك، في حاجه كبيره مش موجوده. طبعا. رجعتها تاني ازاي بقى؟ عملت ايه عشان ترجعها؟ ولا حاجه، احترمت جدا قرارها جدا. ويعني هي كانت طلبت ده وانا احترمت جدا. طب انت حاسس ان هي كانت بقى مشهوره وابتدت بقى تحس بنفسها وكده، فكان قرارها مش مليون في المية صح؟ يعني هو بلا شك ان لما حد يبقى صغير في السن بيحصل له برضه يعني بتحصل له خضه كده يعني تلاقي ناس كتير كده يعني وهم صغيرين بتشهر وبتاع. لكن انا احترمت جدا دوت، وبعدين انا كانت فيها عيوب. يعني انا ما كنتش مقدر برضو انشغالها، مش مقدر اللي هي فيه. كان عندي مشكلة ان انا ما بقلعش مشاكل النقابة وانا داخل. يعني فاهماني؟ دلوقتي انا بفصل. يعني دلوقتي انا ما رايح البيت خلاص مشاكلي. رضيتها ازاي؟ عملت لها ايه؟ اكيد في موقف حصل معين رضيتها فيه. الخطة؟ ايه الخطة؟ عايزة الخطة؟ الخطة. ما
حلوه الخطه دي، حلوه. عايز اخش على الام. الام دخلت على الام. ليتش جنبيها خالص، دخلت على الام. ها نلت الرضا السامي. ها عملت ايه بقى؟ الرضا السامي. لا بقيت مع مامتها كويس جدا. ها جدا بتحبني جدا. خلاص وبودها وبزورها وبتاع ومحترم جدا قرار روزينا. لغايه ما مين الوحيد ها اللي يقدر ياثر على دماغ البنت؟ الام. مفيش. لا جدال. لا جدال. انا بنصح اي حد عنده مشكله على الام، اكتب على البنت، خش على الام. ها لان القعده عارفه انت القعده بتاعت بالليل بقى دي. ايوه ايوه هي دي. فهي والدتها بقى اللي ده بيحبك ده مش عارف ايه خلاص. وهي هي الام هي اللي بتسيطر. ايوه. فالام قدرت انها يعني والده روجينا ربنا يديها الصحه قدرت انها تشيل ضباب كتير. ايوه وتوفق والحمد لله. طب حلو قوي.